يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سافر شخص إلى الحرم لمدة أسبوع، فهل الأفضل أن يترك السنن الراتبة؟ لأنهم إذا سافر شخص إلى الحرم لمدة أسبوع، فهل الأفضل أن يترك السنن الراتبة لأنه مسافر؟ لمدة أسبوع هذا مقيم ما هو مسافر، إذا زادت الإقامة على 4 أيام انقطع السفر، هو مقيم، يأخذ أحكام المقيمين. نعم.